في ساعة غضب حلفت على ابنتي بالطلاق بألا تذهب لمنزل إحدى قريباتنا، وقد نفذت أمري بكل دقة، لكني ندمت على ذلك. وبعد مرور مدة طويلة من الزمن أحببت أن أغير رأيي في ذلك بالسماح لها بالذهاب لذلك البيت، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ إن كنت نويت مدة معينة لا تذهب فيها فاليمين تنحصر في المدة التي نويتها، وما بعدها تنحل لليمين. أما إذا كنت ما لم تحدد مدة وإنما تريد منعها من الذهاب مطلقا دائما، هذا تسأل القاضي في المحكمة، تذهب إلى القاضي تسأله. إذا كنت نويت منعها وطلقت عليها إنها ما تذهب دائما، تذهب إلى القاضي وتسأله، أو تأتي للإفتاء في الطائف ويكون خير إن شاء الله. نعم.